من خلال التقديم نتاعك والمداخلة مع نتاعك سيد رئيس، مهم جدا لتوضيح، احنا حضورنا اليوم لتوضيح بعض النقاط في إطار المشروع هذايا. والبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو شريك في إطار المشروع هذا، علاش عنده فكرة وعلاش معناها هو مهتم بالمشروع، باعتبار أنه شريك مع وزارة الداخلية في إعداد التصور وبرنامج ومنوال شرطة الجوار، المنوال التونسي لشرطة الجوار. نحكي على الفصل الإداري على العدلي، وكيفاش الوثائق الإدارية والتعطيل ومراكز الأمن والعلاقة مع المراكز الأمنية. احنا فما مشاريع نموذجية وتم الانطلاق فيها فيما يخص المراكز من حيث البنية التحتية، وصارت دي سونداج دوبينيون، وكانت فما ساتيسفاكسيون كبيرة على تحسن الخدمات، وكان شعار المنوال هذايا خدمات القرب من المواطن، تقريب الخدمات من المواطن وإنجازها بجودة معناها ناجعة. المقاربة اللي عملتها تونس هي توطيد العلاقة، هي في الآخر توطيد العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، وباش يولي شريك فعل المواطن حبيناه مع المؤسسة الأمنية بصفة عامة، حارس وشرطة في المنظومة الأمنية التونسية. دونك تقريبا تجربة كما قالت سيدة العامة ماهيش مدين مقتسمة، مدين خذيناها كولاية نموذجية في شرطة الجوار. يعني أغلب المراكز أحدث في مدنين، لكن فما برشا مراكز اخرين في الشمال، في الوسط، في برشا، في عديد الولايات. المانيا جينيرال للركائز الاساسيه لشرطه الجوار هم 4 ركائز اساسيه: الشراكه، التواصل، العمل الموجه لحفظ الاشكاليات، اصداء خدمات جوده عاليه. على مستوى الاحصائيات ربما عندنا 18 مركز نموذجي، ربما ولايات مدنيه كما تفضل السيد المدير العام هي ولايه نموذجيه، لكن تواجد المراكز النموذجيه انطلقت التجربه في عديد من المناطق. عندنا مصر الغربيه، نعسان، سيد حسين، مناره الحمامات، ساقه الزيت، سيد علي بن عون، فرنانه، بنزرت الجنوبيه، سوسه. وولايه مدنيه براتيكمون المعتمديه كل ستشمل بالمراكز النموذجيه التابعه للامن والحرس الوطنيين، الامن العمومي، الامن والحرس الوطنيين. المشروع هذا في مرحلته الثالثه، المرحله الاولى بدات في 2011، لانه المسار الاصلاحي اللي توخاته وزاره الداخليه انطلق منذ سنه 2011. المرحله الاولى خصت للتشخيص من حيث الحاجيات. المرحله الثانيه انطلقت في تجسيم تهيئه المراكز، ربما الانشطه المدرجه في الوثيقه المرحله الثانيه. والمرحله الثالثه هي استكمال الانشطه المدرجه في وثيقه المشروع. التمويل المراحل الثلاثه هذه جاء عن طريق الجهات المانحة: اليابان، بلجيكا، المملكة المتحدة، كندا، هولندا، وأخيرا مكتب اليانال التابع للسفارة الأمريكية. النتائج ربما تتمثل في خمسة محاور: تطوير إطار القانون المؤسساتي، تحديث البنية التحتية والوسائل ومعدات التقنية. احنا في شرطة الجوار الهدف نتاعنا ماهوش هي ريابيليتاسيون نتاع المراكز، كما تفضل السيد المدير العام للقضاء الخارجية، هي تعزيز مناخ الثقة بين المواطن وعون الأمن. كما قلت أهم الإنجازات ربما تعدادها تباعا، أهم هي تطوير واعتماد تطبيق لوحة القيادة والتصرف تي بي جي، هذه في إطار رقمنة العمل الأمني. والرقمنة هذه ربما هي في كانعكاس مباشر، هي باش تساهم في توطيد الثقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن. احنا في الغاية الأخيرة هي راهي ماشي، الغاية الأخيرة هي هكا الثقة وجودة الخدمات الموجهة للمواطن. تم تجهيز 2 فضاءات كما تعرفوا الناس الكل، حتى على مستوى الوطني تم تجهيز وتهيئة فضاء المواطن بوزارة الداخلية وفضاء المواطن بالإدارة العامة للحرس الوطني. كيف على مستوى الإنجازات، تجهيز 128 وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، وهذا محور هام جدا اشتغلت عليه وزارة الداخلية مع قيادة الصف الوزارة الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ربما أكثر معطيات تعطيها لنا مدام السيدة المديرة العامة. كيف على مستوى مقاربة النوع الاجتماعي مع السيدة المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات. نرجع لتهيئة 18 مركز نموذجي للأمن والحرس الوطني اللي تم تزويدها بأدوات الإدارة والمساعدة في أخذ القرار، إضافة إلى عنصر مهم جدا اشتغلت عليه وزارة الداخلية في كافة المراحل اللي هو التكوين. التكوين هو تدعيم القدرات أعوان قوات الأمن الداخلي في هالمقاربة الجديدة، في الرؤية الجديدة لوزارة الداخلية.
في مجال آلية شرطة الجوار. وزارة الداخلية التوجه نتاعها كان تكوين فرق مكونين تيموتي للاطلاع فيما بعد بهذا المسار التكويني لكافة المراكز الأمنية على مستوى الجمهورية كل. معناها اشتغلنا على إعداد فرق عمل، فرق تكوين متنقلة لإزداء خدمات التكوين لأعوان والأمن والحرس الوطنيين في كافة مراكز الأمن العمومي. أخيرا نقطة مهمة جدا في مجال شرطة الجوار هي فكرة إحداث مجالس محلية للأمن، وهذه هي يمكن البصمة والطابع التونسي في النموذج هذا اللي هي المجالس المحلية للأمن. نحن إن شاء الله في ما زلنا في فترة التجربة، تم إحداث 18 مجلس محلي نموذجي للأمن. المجلس المحلي هذا هو عبارة عن فضاء يجتمع فيه رئيس المركز، المعتمد المنطقة، الممثل على البلدية ورئيس البلدية، مكونات المجتمع المدني كلها حسب النشاط نتاعو، وكذلك الممثلين على الإدارات المحلية على المستوى المعتمدية هذيك. يتم التعاطي خلاله في المجتمع في المجلس المحلي هذا، يتم تعاطي كل الملفات ربما ولا معالجة الظواهر اللي موجودة في المنطقة هذيك. التمشي والمقاربة هذه هي اللي خلات أنه العلاقة والليان اللي يربط المواطن بعون الأمن هو هالفضاء هذا جديد، هي اسمه سميناه المجالس المحلية الأمن. هي تسمية ربما ما زالت مش نهائية، لأنه ما زلنا احنا في مرحلة إعداد الإطار القانوني للمجالس المحلية الأمن هذه، مش تضبط التركيبة المشمولات، وش تضبط حتى في علاقتها بالمجتمع المدني، في علاقتها بالإدارات المحلية الموجودة على مستوى محلي أو جهوي، في علاقتها بالإدارة المركزية. هذا كل ربما احنا استبقناه، قلنا خلينا نجربوا الساعة الأول ديروا المهم تاع المجالس المحلية هذه. المجالس المحلية هذه برمي الأنشطة اللي خدمت عليها واشتغلت عليها معالجة العديد من الظواهر على مستوى محلي. كي نقولوا الظواهر نقولوا الجريمة المنظمة، نقولوا حتى في تعاطيها مع الكونتكست الأكتويال اللي هو كوفيد، تم معناها معارضة مجهود الدولة ومعارضة مجهود الدولة على مستوى المحلي في مكافحة فيروس كورونا. ختاما عندي المقاربة الشاملة لإدماج مقاربة النور الاجتماعي ربما السيد المدير العام، هذا عنصر وآكس مهم نشتغلوا عليه في وزارة الداخلية كما قلت على مستوى الخطة القطاعية 13-25 القارة الأمة 13-25، وإلا على مستوى المقاربة مقاربة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي وتعزيز كفاءة تكافؤ الفرص صلبة وزارة الداخلية. النموذج التونسي شرطة الجوار معناها كان محل الاهتمام من دول أفريقية، وجانا مؤخرا تمويل ياباني لربط الصلة لتنظيم ندوة أفريقية دولية بمناسبة تيكاد 2022، تعاون الياباني الافريقي في تونس لهنا ان شاء الله باش تتم في سنه 2022. طلبوا منا لما لا تنظيم ندوه اقليميه، ندوه افريقيه في مجال شرطه الجوار، يتم من خلالها تبادل الخبرات. ووزاره الداخليه اعطت الموافقه المبدئيه، لانه افريقيا هي البوابه نتاع افريقيا هي تونس الحقيقه، واحنا كوزاره الداخليه المدخل نتاعنا كان من كمساهمه من مع الدوله التونسيه في مجال شرطه الجوار. وتروس وليسيتي حتى مع الهياكل كسوا من الامن والحرس الوطنيين ابدوا استعدادهم لتكوين وتوفير الخبرات نتاع وزاره الداخليه في مجال شرطه الجوار.